النهاردة هنعمل مع بعض سمك، طاجن سمك، بس هعمله برضو بالفيليه. الفيليه ده بقى يعني غالي رخيص اي حاجة مكان ما بتجيبوه، اي نوع من انواع الفيليه. طبعا لو عابين تعملوه بالسمك العادية خالص ممكن جدا، سمك بولتي، سمك مكاريل، سمك تاني ممكن بوري، ممكن بياض، انواع كتير جدا ممكن نعمل منها الطاجن ده. بس انا عملت الطريقه كده اسهل خالص وبسيطه، وان شاء الله يعني ما تغلبكوش في الاكل بقى والاولاد الصغيرين والشوك والحركات دي. وبعدين السمك الفيليه موجود بانواع كتير جدا واسعار كتير قوي، فاي نوع سمك فيليه، اي نوع سمك فيليه. طب هنعمل الطاجن ده ازاي؟ عندنا هنا سمك فيليه قطعين مكعبات حتت صغيره كده، وعندنا بصل، ثوم، كزبره خضراء، كمون، عصير ليمون، فلفل حامي ده اختياري، مش عايزه ممكن تحطش رومي ممكن ما احطش اصلا، وعصير طماطم. هنعمل ايه؟ هاخد هنا دلوقتي هنسويه بقى بطريقه مختلفه شويه. انا هعمل له طشه، يعني هعمل له تعصيجه وطشه تخلي بقى طعم الطاجن ده ان شاء الله حاجه كده ايه تحفه جدا. انا هاخد بس هنا هعصر الطماطم، هاخد عصير طماطم كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعاها الفلفل. انا هعصر ايه؟ طماطم معاها فلفل حامي او فلفل رومي او حته بنجرايه. حلو قوي على الطماطم، زي ما اتفقنا دايما نخلي عندنا بنجر كده في البيت. انا هحاول كمان انا اعمل لكم هنا كده عشان ايه ما تنسوهاش ان شاء الله على خير. يعني ممكن كده كفايه واحده، نص كفايه قوي. طماطم، وهاخد حتة فلفلة معاها وشوية مية مش كتير. هاجي هنا وايه هاخد شوية زيت اسخنهم بس قوي، شويه زيت مش كتير واسخنهم قوي. انت زعلان ليه؟ نضغط عليه ضغطه كده عشان ايه يضرب كويس. سخن الزيت، هنزل بقى السمك اللي انا عصر عليه ليمون بس. هجيب بقى الطاجن، انا كده يا دوبك بس عملت ايه؟ هديها صدمه للسمكه كده على النار مع شويه الزيت دول، وبعدين اروح منزلاها في الطاجن على طول. ادي كده نزلت البصل هنا، هنزله بقى ايه شويه ملح. كمون، خطوات كلها بسيطه جدا، انا هشيل لكم الحاله دي خلاص انا اشتغلت هنا. ملح وكمون وفلفل اسود كمان. تشويحة بسيطة، وهنزل عليها عصير الطماطم اللي انا معصرة معاها فلفل ايه حامي او حتة فلفل رومي. حط عصير الطماطم، ومعاه برضو ايه عصير ليمون كده، يعني عصير ليمون معانا في كل حتة. هنا بقى هعمل لها ايه؟ التوم ده انا هحمره، هديله تحميره شويه صغيرين، وممكن كمان تحطي معايا كزبره ناشفه، هنا هحط معاها خضره، انت تحطي معاها ناشفه كمان، تدي ريحه برده قويه جدا. يا نعم. حاضر. وعليه شويه ملح. اوه سبحان بسرعه قوي. وهروح منزلاها على السمك. على السمك كده
ده التوم اللي انا شوحته عليه شويه كزبره خضراء. ماشي، شريحتين ليمون، واروح واخده بقى الخلطه دي منزلاها عساك ومدخلاها الفرن بس.